هذا الصالون جاء كثمرة كثمار إذا كانت سنة 2022 سنة الاقتلاع الاقتصادي، فإن سنة 2023 هي بداية جني ثمار هذه العراقيل التي تم التكفل بها للمؤسسة المحلية من خلال تسهيل كل الحصول على كل الرخص، سواء رخص استغلال استثنائية، رخص البناء، وأيضا تم التكفل بطلبات المستثمرين الذين يرغبون في تغيير نشاطاتهم.